ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. الرئيس السيسي التقى اليوم بممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية في مصر. كما شدد الرئيس على أن مصر بعد ثورة 30 من يونيو تولي أهمية خاصة للاستثمار الأجنبي. أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تذليل عقبات الاستثمار من خلال قانون موحد سيتم إصداره في القريب. كان الرئيس السيسي قد التقى بالأمس بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب. كما التقى الرئيس بوزير الدفاع الفرنسي وبكبار قادة الجيش لبحث التعاون العسكري بين البلدين. الرئيس التقى أيضا برئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الفرنسي، واستعرض آخر التطورات على الساحة السياسية المصرية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ كمال عبد المتعال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. بداية سيادة السفير، تعليقك على زيارة السيسي إلى فرنسا وإيطاليا. زيارة هامة جدا وتحرك دولي مفيد جدا للمصالح المصرية يعني تعريف العالم باستقرار النظام في مصر بعد الأزمات اللي مرينا بيها على مدى 4 سنوات، وتحرك دولي يعيد مصر إلى دورها الإقليمي والدولي ويستعيد ثقة العالم في النظام المصري، إلى جانب الدعم الاقتصادي لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية عن طريق جذب الاستثمارات والسياحة. والحقيقة زيارة الرئيس السيسي سواء لإيطاليا أو لفرنسا كانت زيارة ناجحة جدا وحققت أهدافها كويس قوي، ويعني ونأمل في أنها نبني عليها للمستقبل إن شاء الله. نعم بإذن الله. وتعليق حضرتك أيضا على اللقاءات التي حدثت في فرنسا، اللقاء برئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الفرنسي على سبيل المثال. اللقاءات كلها لقاءات الرئيس السيسي مع الشخصيات والمسؤولين كبار المسؤولين سواء في إيطاليا أو في فرنسا، بيعني كل الكلام اللي قلناه ده انه دي اتصالات على اعلى مستوى واتصالات مع مسؤولين مؤثرين في سلطة القرار في الدولتين، وعلاقات جديدة يبنيها الرئيس السيسي مع هذه الشخصيات، تبقى علاقات شخصية يعني يتبادلوا الثقة، يتبادلوا مداومة الاتصال في المستقبل لحل المشكلات، لدفع العلاقات بين الدولتين لأعلى آفاق ممكنة. فهي اتصالات في غاية الأهمية وناجحة جدا. نعم بإذن الله. سيادة السفير كمال عبد المتعال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك. أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة لتنمية منطقة رفح الجديدة. تتولى اللجنة مهام التخطيط لمنطقة رفح الجديدة والامتداد العمراني لها، وكذلك دراسة احتياجات السكان ممن تم نقلهم من منطقة الشريط الحدودي، وأيضا اقتراح الأنشطة الاقتصادية للمنطقة الجديدة إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وخدمات الرعاية الاجتماعية للسكان. هذا بالإضافة إلى دراسة تطوير المشروعات السينوية الصغيرة. قرار رئيس مجلس الوزراء أمهل اللجنة أسبوعين من تاريخ تشكيلها للانتهاء من وضع خطة تحقيق هذه الأهداف. واستعدادا لدعوات التظاهر في الغد، أكدت وزارة الداخلية أنها مستعدة تماما لمواجهة هذه التظاهرات حال خروجها عن القانون. كما أكدت الوزارة أن الدولة المصرية لن تسمح بحالة الفوضى وأنها ستواجه أي أعمال عنف أو تخريب للمنشآت بالقوة ووفقا للقانون. الوزارة نشدت المواطنين بممارسة حياتهم بشكل طبيعي بدون الاقتراب من أماكن التظاهرات أو التجمعات.
كما أعلنت مديرية أمن البحر الأحمر حالة الاستنفار الأمني وفرضت طوقا أمنيا محكما حول المنشآت الشرطية والحكومية بجميع مدن المحافظة، كما كثفت التواجد الأمني بالموانئ البحرية والمطارات وشوارع ومدينة المحافظة، حيث تم نشر العديد من السيارات المصفحة والتشكيلات وجنود وضباط الأمن المركزي والمجموعات القتالية وكذلك مدرعات الجيش. تفقد اللواء إسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد تفقد الاستعدادات النهائية لمواجهة أي محاولات للخروج عن القانون أو القيام بعمل عنف وشغب. استعرض مدير الأمن قوات مكافحة الشغب والانتشار السريع بإدارة قوات الأمن، وخلال كلمته لرجال الشرطة شدد على ضرورة اليقظة التامة والتصدي بكل قوة وحسم لأي أعمال من شأنها تكدير صفو الأمن وإثارة الفوضى. وكذلك في السويس، فقال مدير الأمن اللواء طارق الجزار إنه تم تعزيز الخدمات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتم إجراء حملات استباقية للمزارع المجاورة للمجرى الملاحي لقناة السويس. أوضح أنه تم تأمين الطرق المؤدية لنفق الشهيد أحمد حمدي وتعزيز الخدمات الأمنية بالمحافظة. استعدادا للايام القادمه احنا قمنا بعده حملات استباقيه على المزارع الملاصقه للمجرى الملاحي، وتم تعزيز مره ثانيه الخدمات الموجوده في المجرى الملاحي، وما اعتقدش ان حد يقدر يقرب منه لان اللي هيقرب هيتعامل بعنف شديد جدا. بالنسبه لنفق الشهيد احنا بالتنسيق مع القوات المسلحه تم تعزيز برضك الخدمات، وتم عاملين اكمنه للطرق المؤديه لنفع الشهيد سواء من منطقه الغرب او منطقه الشرق، وتم تعزيزه بوحدات من كلاب الحراسه اللي موجوده في المجرى الملاحي، وتعزيز كافه الخدمات باسلحه ثقيله اعلى اداره نفع الشهيد. وفي غضون ذلك اتخذت القوات المسلحة جميع التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، وذلك في توفير الأمن والأمان للمواطنين. يأتي ذلك وسط استعدادات مكثفة لمجموعات قتالية من المظلات والصاعقة وقوات التدخل السريع لتأمين المرافق الخدمية بالدولة. هنا على أرض الفيروز يواصل رجال القوات المسلحة جهودهم لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية والإجرامية. وفي القاهرة من قلب المنطقة المركزية العسكرية تستكمل القوات المسلحة استعداداتها لرفع درجة الاستعداد القتالي لتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالتعاون مع وزارة الداخلية. وحدات المنطقة المركزية وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي بدأت رفع درجة الاستعداد القتالي تمهيدا للتحرك والانتشار لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بنطاق القاهرة الكبرى بمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع. عناصر المنطقة الشمالية العسكرية استعدت هي الأخرى للتعامل مع المواقف الطارئة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والمحافظات الواقعة في نطاق المنطقة. كما قامت التشكيلات التعبوية باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الحدود البرية والساحلية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس. استعدادات المجموعات القتالية للقوات الخاصة من قوات المظلات والصاعقة تضمنت التجهيز للانتشار وإعادة التمركز في نقاط ارتكاز ثابتة ومتحركة احتياطية في نطاق المراكز والأقسام للمعاونة في عمليات التأمين. الشرطة العسكرية لم تكن بعيدة عن الاستعدادات، حيث تقوم بتنفيذ الكمائن والدوريات المتحركة بالتعاون مع الشرطة المدنية لضبط العناصر الإجرامية المشتبه بها على الطرق والمحاور المرورية على مستوى الجمهورية. ولازم نفهم كلنا إن مفيش بني آدم على أرض مصر هيعيش متروع ولا خايف ولا قلقان من أي مدعي يحاول يهدد أمن وحماية البلد دي واستقرارها، طول ما في القوات المسلحة المصرية وشرطة مصر العظيمة. استعدادات على كل شبر من أرض مصر في البر والبحر والجو. حمى الله مصر وشعبها. الله أكبر. إسلام يحيى،
النهار اليوم. وفي أسيوط تسلمت وحدات القوات المسلحة جميع المنشآت الحيوية والمهمة لتأمينها بالاشتراك مع قوات الشرطة استعدادا لتظاهرات الغد. وفي تصريح خاص النهار اليوم قال مدير أمن أسيوط اللواء طارق نصر، قال إنه تم فرض حالة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة وتأمين مداخلها ومخارجها، وأضاف أن أي أعمال تخريب أو عنف ستواجه جهات الأمن بكل حزم ووفقا للقانون. كاميرا النهار اليوم استطلعت آراء المواطنين حول دعوة التظاهر برفع المصاحف في الغد. احنا معارضين خالص للمظاهرات، لأن دلوقتي مش وقت خالص تظاهر. احنا كفاية البلد وصلنا لاستقرار ومسدان وصلنا لاستقرار دوا، فما فيش وقت خالص للتظاهر دلوقتي، لان دي دعم يعني ضد الاستقرار احنا بنحاول نوصل له. التظاهر يوم 28 ده خطا في موضوع رفع المصاحف، ما خلطش الدين بالسياسه ابدا، وده غلط جدا جدا جدا. بصراحه دي تظاهرات انا لغايه هذه اللحظه ما اعرفش مين اللي بيوجهها وايه الهدف منها، وهل يا ترى هي فعلا تظاهرات الهدف منها التعبير عن الاختلاف في الراي مع السلطه او مع النظام، ولا هي مجرد تظاهرات الهدف منها قلقلة النظام أو زعزعة استقرار المجتمع. لكن أنا في النهاية مش مع وجود مظاهرات في الوقت الحالي، إذا كان في أي رغبة في التغيير أو رغبة في التعبير عن الرأي والرأي الآخر فيفضل يكون التعبير بشكل آخر غير شكل التظاهرات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة سيادة اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني. بداية سيادة اللواء، ما تعليقك على هذه الدعوة، الدعوات للتظاهر وبرفع المصاحف؟ اولا مساء الخير استاذ دعاء. مساء النور يا فندم. استاذ المشاهدين، انا بره في الشارع واذا كان معاكم ضيوف تحياتي لهم. شوفي حضرتك، ايه هي الدعوه دي اساسا؟ وهي ايه وهدفها ايه؟ هل ثوره؟ هل تغيير نظام؟ هل لا طبعا. في خلاصه سريعه كده عشان انا ما اطولش على حضرتك. الدعوه ديت انا شخصيا بأعدها انها شهادة واعتراف من جماعة الإخوان بفشلهم. ليه؟ المهنة النهاردة هل هم كانوا كاملين ومسالمين وطيبين على مدى السنة من 14 أغسطس لغاية دلوقتي؟ أبدا. شهدنا اغتيالات وشهدنا تفجيرات وشهدنا قطع طرق وإلى آخره، وتعدي على الشرطه والقضاء والقوات المسلحه واخرها الحادثه بتاعت نيابه الاسره اللي في احد مراكز الجيزه. طيب لما فشلوا في ده كله، الثوره بتقوم ليه؟ بتبقى لها قياده، لها مطالب. ففشلهم في ده كله ادى بهم الى طب وبعدين؟ ما احنا لازم نكون متواجدين. طب امال الفلوس ناخدها ازاي؟ ونضحك على قطر وعلى تركيا ازاي؟ يبقى اجر بقى، دي نمره واحد. فده دليل على فشلهم واعتراف ان هم فشلهم، والا ما كانت منهم هذه الدعوه. طيب هناك سؤال اخر سياده اللواء، يعني هل اللي عنده نيه لان هو يرتكب اي اعمال بيعلن ان يوم كذا انا هعمل كذا وكذا وكذا؟ والله جاي لحضرتك في دي. وبعدين اخترعوا اسم الجبهة السلفية. لا، هي مش جبهة سلفية ولا في حاجة اسمها الجبهة السلفية، ده اسم وهمي اخواني وهمي زي اسماء كتير يعني طلعوه. طب وبعدين الهدف الثاني ايه؟ الهدف الثاني ان هم يعني ان يبقى في زعزعة واثبات تواجد. طب في حد زي ما حضرتك تفضلتي، هو انا لما بعمل انتفاضه ولا ثوره ههدي واقول هطلع اسلحه وهنعمل زعب منع مدبوله في المسرحيه ودم ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ ده كلام عبث. وانا بقول ان هذه الدعوه ما اعطاها حجمها للي ما يستحقوهوش، ولا هم الا الاعلام تزيد فيها قوي وحتى يومنا هذا، فأعطوهم أكتر من حجمهم وأعطوا للدعوة أكتر من حجمها. يا سيدتي، إذا فشلهم في الجامعات وإذا فشلهم في حشد الشوارع اللي كان بيبقى مئات والنهاردة بقت عشرات ومستأجرين، وإذا فشلهم في قطع الطرق، وإذا فشلهم في إحباط الشرطة
وإزاء الضربات الاستباقية القوية من القوات المسلحة والشرطة، ويوميا بيلاقي ضبط خلايا وضبط عناصر وفي أماكن متطرفة غير معلومة وضبط مخازن وكميات من الأسلحة. كل ده هيعملوا إيه؟ يبقى الدعوة الخايبة دي الغباء بتاعهم بقى أنهم اخترعوا كارت جديد وهو المصحف. لا، المصحف ده انتوا كرهتوا فيكم الناس، والنهارده كل الاحزاب السياسيه بتشكب هذا الفكر السخيف الا المصحف. نعم. الا المصحف. ويبقى ان حضرتك بتقول ان دي وكانها بشهاده عدم النجاح والياس طالما ان هناك دعوات لمثل هذه التظاهرات في هذا التوقيت. سيادة اللواء مجدي بسيوني الخبير الامني، شكرا جزيلا لك. ومن جانبها جددت وزارة الأوقاف تحذيرها من محالة استغلال المساجد في التظاهرات، وأكدت الوزارة أنه لن يسمح باستباحة حرمة بيوت الله، كما ذكرت أن الدعوة إلى رفع المصاحف أو الاعتصام بالمساجد توضح أن هؤلاء العابثين لا يحترمون قدسية مصحف أو مسجد. أكدت أن المساجد ما جعلت ساحة للصراعات الحزبية أو السياسية أو لتحقيق الأطماع والمطامع الشخصية. وهذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد قليل. السياحة تعود ومطار أسوان يستقبل أكثر من 800 سائح ألماني.